جاو جاو يا وانتم صعيب صعيب لانه تمشي مع تطورات الثقافيه ديال المجتمع تمشي مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي ديال الدول. الحكمة في ذاك الوقت هي ما يمكن أن يجاز محليا السلاطنة فهمتيني عطوهم فهمتيني حسب العقليات ديالهم حسب التقاليد ديالهم بينما الحسن الثاني تياخذ خطاب تدير خطاب في التلفزيون فرادو بدابة فهمتيني بالنسبة ديالي هو هذا السبيل اللي غادي نتبعو. اولا ادريس البصري كنت اعرفه قبل ما نمشي لفرنسا عندي تقول لي الحسن عطيني شي وريقات ديال النصاره ما كانش عندنا واحد النوع ديال الحب ديال الحكم كنا قولها بكل صراحه كنكون خدام ديال المخدم والله يرحم سيدنا كان تيقول لنا فهمتيني وزارة الداخلية ديالي هي العيني ما شفت هادشي فائدا ما عجبهاش اشنو هي اشكالية ديال الدولة وحاليا واقول حاليا هي فوق تيكونوا بعض الاشياء اللي تيعميو الدولة كنا نحبوه وكان قريب لنا وكان هز همومنا ما بقاش نفهم السياسة كي كان نفهم السياسة في المغرب كان في الأول في الخمسينات 56 57 كقادة لأن الأحزاب السياسية لعبوا اللعبة ديالهم اللعبة ديالهم هي الاقتصاد شدوها مولا اللعبة ديالهم بغاو الديمقراطية في الشكل ديالهم كون بغاو الديمقراطية الحقة يخليو الدستور ديال 63 علاش هدمو الدستور ديال 63 علاش هدرو هدمو المدرسة المغربية في 64 هذا تسمى على الهدم ديال البلاد. في المرحلة ديالنا مع الحسن الثاني كنا دائما تنرجعوا للمرجع مقيدين بالمرجع وبالمفهوم ديال المرجع المناخ الدولي المناخ ديال العالم العربي باش يكون عندنا حزب اسلامي سياسي ها هو المجيء ديال بن كيران البي جي دي ماشي مؤهلين في ذاك الوقت باش يكون عندهم طاقات اللي تتعرف المعطيات ديال السوق العالمي موجه الاحزاب بركه من الحزبيه الضيقه ونشوفوا فهمتي المسرحه ديال الوطن ومسرحه ديال المغرب سنه 1980 من اسره فضيله.